الله أكبر، هذه آية عظيمة. يقول جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. الذرة يعني صغار النمل، يضرب فيه المثل عند العرب بالشيء الصغير. إذا الشيء صغير جدا يقال إيش؟ ذرة، يشبه بالذرة. فقال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. هنا الحسنات والسيئات لها ميزان دقيق جدا، لا يقال ما توزن من الأعمال إلا ما كانت كبيرة، ولا توزن من الأعمال السيئة إلا ما كانت كبيرة. لا، كل دقيق يحسب، فالميزان بالذرة. وذاك يغفل كثير من الناس، يظن أنه لن يعاقب إذا ارتكب الذنوب الصغيرة، يعني يسرق له أشياء يسيرة، يعني ناس ماخذ ملايين رد على دينار ودينارين، درهم ودرهمين. لا لا، الميزان بالذرة. واليوم القيامة 50,000 سنة، وربنا جل وعلا سريع الحساب، ولا تخفى عليه خافية. بالذرة، بالنظرة، بالكلمة، بالإرادة، بالظن. شو لو واحد أساء الظن أو أحسن الظن، ها؟ أيضا يحاسب عليه. فقال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعني يراه أمامه، يثاب عليه. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أي يراه ويعاقب عليه. هذه آية أيضا مخيفة جدا جدا جدا. فإن عادة الناس تعمل وتنسى، ربما اغتاب، ربما احتقر، ربما ضرب، ربما يعني نسي. لكن الله جل وعلا يقول: أحصاه الله ونسوه. حتى لو كنت ناسيا ماذا فعلت، فإنها إيش؟ ربنا جل وعلا ينساها. علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. لا تظن بأن الله إيش؟ ينسى شيئا. لا ينسى ربنا جل وعلا، لكمال علمه وإحاطته، فلا ينسى شيئا. فكل ذلك يحصيه الله تبارك وتعالى. أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. نعم. ولله ما في السماوات وما في الأرض. قدم الجار المجرور، ما حق التأخير؟ لماذا؟ ماذا يفيد؟ الحصر له وحده. كل ما في السماوات وما في الأرض، لم يقل ما في السماوات وما في الأرض لله، إنما قال لله، حتى يدل الحصر. من لمن ما في السماوات وما في الأرض؟ لله وحده. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، يعني هذا الثواب العقاب. يجزي الذين أساءوا بما عملوا، هذا العقاب يجزيهم. ولذلك يسمى يوم الجزاء، يسمى يوم الدين. ما معنى يوم الدين؟ يعني يوم يدان الناس على أعمالهم. أما سمعت أدانته المحكمة، يعني جازته. هل ذكر، هل من أسماء الله، هل من أسماء يوم القيامة يوم الدين؟ وما الدليل؟ محمد مالك يوم الدين، يعني مالك يوم الجزاء، يدان الناس بأعمالهم. فإذا قال: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم.